بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة مش عارف أقرأ كلمة ولا أقول مشاعري وأقول يعني إحساسي باليوم ده. ف يعني عايز أقول أنا من الناس اللي حضرت الأحداث وشافتها وهي بتتعمل، يعني شفت الأحداث وهي بتترتب بشكل أو بآخر يعني. وزي ما انتوا شفتوا كده، يمكن الاحتفال كله وكل البرنامج بتاع النهاردة بيعكس حاجة واحدة بس، إن مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلنا ومهما كانت الظروف الصعبة اللي احنا بنواجهها، بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور بتعدي. في تمن، زي ما اسم الندوة النهاردة التمن، في تمن كبير قوي الدفع، والتمن ده في أسر المادية، وتكراري له هو عرفان، تكراري للكلام هو عرفان، عرفان للأسر اللي موجودة معانا دلوقتي واللي حتى مش موجودة، إن التمن ده تمن كبير جدا عندكم، وكمان كبير جدا عندنا كلنا، مش عندنا بس. أفتكر يعني عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة في التلفزيون وبيشوفوا المشاهد ديت، بيحسوا قد إيه إن في تمن كبير قوي اتدفع عشان البلد دي تبقى في أمن وأمان وسلام. ومهم قوي إن مش الرسالة بس للمصريين الطيبين، وحتى للأشرار. لما حصل الكلام ده من سنين، كنا بنقول إن الموضوع ده في يوم من الأيام هينتهي، ومفيش إرهاب بيهد بلد لو كانت البلد دي على قلب رجل واحد. مفيش. في تمن وفي وقت كبير بيضيع وفي مقدرات وتكلفة غير الأرواح بتتقدم من البلد دي، لكن أكيد اليوم هيجي لنهاية، واللي احنا شفناه وكنا بنشوفه كل يوم على مدى تقريبا 10 سنين. أنا خليني هكلمكم على كشاهد عيان ازاي الموضوع ده حصل، وهقوله لكم عشان تعرفوا ان مفيش حاجه بتتعمل والده اللحظه، ده فكر وخطه وترتيب واجراءات بتتعمل عشان في النهايه ندخل احنا في اللي احنا دخلنا فيه ال10 سنين اللي فاتوا. وانا مش بقول حكاية، انا بقول لكم وقائع. كنت انا نائب مدير المخابرات في 2009، فكنا بنعمل لقاءات عشان مناقشة الوضع الامني في سيناء، وانا بقول الكلام ده لكل المصريين وللضباط الصغيرين اللي موجودين فوق، وحتى للضباط الشرطة كمان. فكان ما بقولش سر ولا حاجة، لكن كانت اللقاءات ديت بتتعمل، وكان ساعتها مدير المخابرات اللي هو مراد موافي، وكان رئيس جهاز الأمن الوطني ساعتها أو كان اللي هو حسن عبد الرحمن. فكنا بنناقش الوضع، فكنا شايفين إن خلال 7 سنين اتشكلت بنية أساسية ضخمة في شمال سيناء. البنية الأساسية دي عبارة عن مخازن للأسلحة والذخيرة والمفرقعات، وأيضا بنية بشرية كبيرة للموضوع للسيطرة. وكانوا ساعتها لو انتوا رجعتوا
على مواقع التواصل هتشوفوا ان انا بتكلم على 2008 او 2009، هتشوفوا ان هم كان في افلام لهم وهم بيعملوا عروض اكنهم خارج الدوله يعني. وكان الكلام ساعتها ان في مشكله كبيره موجوده في سيناء، وكانت المشكله ديت يعني ان اللي موجود هناك الكتله اللي اتشكلت دي على مدى السنين اللي قبل 2008 و7 و6 يمكن و5 بقت محتاجه جهد وعمل عسكري كبير، مش بس بالشرطه، لازم الشرطه والجيش تتدخل عشان تحل المساله ديت. ف ما حصلش. ما كانت طبعا في ظروف وفي اتفاقيات، فكان الموضوع او الموضوع ان القوات اللي موجوده قوات شرطيه محدوده، والقوات بتاعت الجيش موجوده على الخط الف بس يعني. ف وفضل الموضوع كده، وبانت المؤامره بابعادها الكامله في 2011، والناس مشغوله في الميدان. كان بيتم تخريب تواجد الدوله المصريه هناك والقضاء عليه، اقسام مديريات، كل ما يتعلق بمصر، وتعمل ولايه وتعمل قضاء شرعي على قد تعبيرهم يعني، وحاجات من هذا القبيل. يوم 28 يناير كان خلاص بقى نتيجة التعدي ده بقت الأمور خارج السيطرة. ف الله يرحمه سيادة المشير، قلت له يا فندم احنا ممكن تبقى في مشكلة كبيرة جدا لو الأمر استمر كده، لأن هم ممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل، فلازم إسرائيل هترد، وطبعا دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى صراع كبير قوي، وده ممكن يكون هو هدفهم في النهاية يعني. كان القرار ساعتها من سيادة المشير إن احنا ندخل بقوات، عملنا الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في الوقت دوت، واتصلت بيهم قلت لهم احنا محتاجين ندخل قوات دلوقتي في المنطقة في العريش ورفح والشيخ زويد عشان نسيطر على الموقف هناك. الحقيقة عشان ده بسجله للتاريخ يعني، ان هم كانوا متفاهمين ده، كانوا متفاهمين ده، وما كانوش يعني الحقيقة كانوا قالوا يعني بس ادونا خبر القوات اللي هتبقى موجودة قد ايه ونسقوا معانا يعني. واستمرينا من الوقت دوت لغايه يمكن لغايه دلوقتي، بس يمكن حجم القوات اللي كان موجود خلال الثمان تسع سنين دول من 2011 لغايه النهارده، زادت القوات كل مره عشان نتعامل مع التحديات اللي موجوده هناك. أنا بحكي الحكاية ديت ليه؟ عشان أنا في لقاء سابق قلت خلي بالكم، أوعى عينيكوا، أوعى عينيكوا تغفل أو تنام على حاجة في جوه مصر. وكمان مش بس كده، كمان ننتبه على أي حاجة ممكن تمسنا بره مصر. أنا عايز أقول للشعب المصري كله، كان عندي خيارين لما توليت المسؤولية. خيار ان انا اشيلكوا الهم واخلي الموضوع معاكم، وزي ما قلت مرة قبل كده او مرات يمكن، وان احنا نوقف كل الاعمال ونعمل حشد اعلامي ضخم على الحرب اللي بتتم هناك.
الحرب اللي هناك حرب ما كانتش بسيطة يعني. واحنا لو جبنا لكم الافلام مش بتاعتنا احنا، عشان ما تقولوش ان احنا اللي يعني تصويرنا، لا لا لا، اللي موجود على النت، وتشوفوا حجم الخسائر وحجم الدمار وحجم الخراب اللي اتعمل والناس اللي ماتت. انا والله لولا الرأفة بيكم اوريكم فيلم واحد، والله العظيم انا بقسم بالله، انا متهيألي كل المصريين ما هتنام لو اذعت لكم الفيلم ده على اللي كانوا بيعملوه، وده متصور فيلم واحد. فكان عندي خيارين، ان انا اشيلكم الهم وحرب بقى بنحارب ونحشد كل الجهود بتاعت الدولة للحرب ومفيش حاجة تاني، لكن احنا ما عملناش كده. طب ليه ما عملناش كده؟ الرأي الاولاني ده رأي السياسة، الرأي اللي هو تقدير موقف سياسي، طب نعمل ايه؟ حشد الرأي العام وراء القيادة السياسية في مواجهة الارهاب اللي موجود، وده يبقى غطاء لأي حاجة لغاية لما الامور تتحسن بقى. ده شكل. وشكل تاني ان هو يعني انه يجري بكل همة وكل ما اوتي من قدرة هو وزمايله لانهاء المشكلة دي، وكمان بناء البلد اللي هي كانت ظروفها صعبة جدا جدا، وتزايدت الامور ديت بالاوضاع بتاعت 2011 و12 و13 وكده يعني. احنا خدنا الطريق التاني، كان في ناس ولادنا بيحاربوا هناك، وبرضو البلد بتحارب هنا معركة تانية، عشان الأمور، عشان مش معقول هنقعد. إذا كنا بنقول دلوقتي إحنا الحمد لله الموضوع ده نقدر نقول، وأنا بكرره بقالي أربع، دي رابع مرة أقول فيها ده، الحمد لله إحنا أنجزت هذه المهمة بنجاح. بالمناسبة بعد ما سمعوني من ان انا قلت الكلمتين دول، فراحهم احنا بنسمعهم برضو، فقالوا ايه، طب نعمل لهم عملية بقى عشان ايه، عشان نأكد ان احنا عايزين يجوا من بره يعملوا عملية عشان يأكدوا ان احنا لسه موجودين. فعشان كده احنا لازم نبقى دايما منتبهين، وزي ما بيقولوا كده يفضل السلاح صاحي، يفضل السلاح صاحي. السلاح ده انا عمري ما كلمت في العلن كده، ودايما كنت لما بقولها كانوا الناس بتوع يعني المسؤولين على الاعلام يروحوا شايلينها من يشيلوها من المقطع بتاعي لما تيجي تكون متسجله. مش هيقدروا يعملوا كده دلوقتي، مش هيقدروا يعملوا كده دلوقتي، صحيح. شوفوا، كان كل شهر على الأقل على الأقل مليار جنيه لمدة 90 شهر، على الأقل لمدة 90 شهر أو أكتر. احسبوا من 2011 لغاية النهاردة كم سنة بكم شهر، كل شهر بمليار جنيه. أنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ في يوم زي كده، لأن أنا أتصور إن إحنا كلنا متأثرين جدا بالحالة اللي الأسر، سواء كانت زوجة أو أم أو أب أو حتى أبناء، يمكن اللي بنتبه منهم بيبقى واخد باله يعني. فإحنا متأثرين زي إيه؟ لأنهم إحنا بشر يعني، ودول أولادنا وأهلنا يعني. لكن عايز أقول لهم، مش ليهم هم، ليكم أنتوا، للناس في مصر، في ثمن كبير قوي قوي الدفع بخلاف دم الشهداء والمصابين اللي اتصابوا. يعني هان عليهم أرواحهم يعني. فلما بجد إن إحنا بنتكلم في موضوع يعني عن الدنيا اللي إحنا فيها وحياتنا، وده أمر طبيعي يعني،
اقول بس يا جماعه ده في ناس، في ناس ما بتنامش وفي ناس بتموت او بتستشهد يعني عشان احنا نبقى في سلام. مهم قوي ان هم يشعروا واحنا بنعمل كده ان احنا هم الاهالي ديت تشعر ان الثمن والتقدير من جانبنا كلنا كبير، احنا مقدرين ده. وانا قلت الكلام ده مرة قبل كده برضو، قلت ان احنا عايزين نبقى اكثر صلابة، اكتر من كده ايوة. ليه؟ لان التحديات اللي قدامنا كتير ومش هتنتهي. بناء دولة واستعادة مكانتها امر ليس باليسير. بناء دولة فيها 100 مليون و5 واكتر من 6 مليون من الضيوف عايشين وسطينا هنا، واستعادة مكانتها في التعليم وفي الصحة وفي كل شيء أمر مش بسيط، أمر محتاج جهد ومحتاج تضحية. وبدأت المعركة معاهم، وكان كتير مننا بيقول إمتى تخلص. كنا بفضل الله عارفين إنها هتخلص، بس بدم الناس. بالمناسبة احنا هنعمل مش بس الاحتفالية، احنا هنعمل معرض للحرب ديت، هنعمل معرض للحرب ديت، هنوريكو الحاجات اللي كانت موجودة اللي بقيت يعني، بس مش قليل ده، كتير قوي قوي، من سلاح وزخاير وأجهزة اتصال وكل ما تعنيه معدات حرب. يعني الموضوع هناك ما كانش بسيط. الناس متعودة انها تشوف الحرب اللي هي يعني يصوروا دبابات وطيارات بتضرب وبتاع زي الحروب التقليدية يعني، لكن الحرب دي كانت صدقوني اكثر شراسة، لان العدو التقليدي انت عارفه، بتشوفه وتقدر تتعامل معاه وجها لوجه، ده ما بتشوفوش، ده مستخبي وسطينا بلبسنا وحالنا يمكن. وبعدين يوم بخسة وجبن يهاجمك ويجري، وطبعا الناس بتبقى ما يعني موجوعة على ولادها وعلى مستقبل بلدها. فالحمد لله رب العالمين، ما في المعرض ده ان شاء الله هنوريكم صور بالاسم لكل اللي كانوا مجرمين هناك، بالاسم، الاسم والصورة، الاسم والصورة لكل مجرم من المجرمين دول. اوعوا اوعوا الموضوع ده يتكرر تاني، اوعوا يا مصريين تتسببوا مرة تانية في خراب بلادكم. الكلام ده اتعمل لما البلد فكت في 2011، وهفضل اكررها لكم، وهتحاسب امام الله سبحانه وتعالى على الكلام ده. الكلام ده حصل لما البلد فكت في 2011. علموا الكلام ده في المدارس، وعلموا الكلام ده في الاعلام، وعلموا الكلام ده في الكليات. ده امر مهم قوي، تدمير الدول من الداخل، تدمير الدول من الداخل، ده فكر وعلم وارخص على اللي بيعملوه، ارخص تكلفه، تكاليفه قليله قوي ان انا ادمر بلد باهلها. ودايما هيبقى موجود الكويس واللي مش كويس. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، اطمنكم ان احنا الحمد لله بخير وسلام وبامان، وكل يوم افضل من امبارح. اذا كانت الناس هتتصور ان ازمه اقتصاديه زي اللي احنا بنمر بيها هو ده القياس الحقيقي للدوله المصريه، انتوا بتظلموا القياس. انا بتكلم بصراحه يعني. اذا كنت هيبقى القياس بتاعنا ان احنا نقول طب ظروفنا الاقتصاديه اخبارها ايه، طب واحنا في 2012 كنا عاملين ازاي، طب و2013 كنا عاملين ازاي،
مهم قوي ان احنا مش ما ننساش، نبقى عارفين ان الحالات ديت معناها ان الدولة كانت خلاص يعني مفيش، وكان ممكن قوي البلد دي تدخل حرب أهلية ونقعد كده بقى سنين طويلة. ودايما اقول الكلام ده ويقول لك انت بتقول لنا الكلام ده، اقول لكم يا جماعة ده ربنا سبحانه وتعالى بيقيم الحجة علينا. يعني ايه بيقيم الحجة علينا؟ انت عندك الأمثلة حية لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي وانا بتكلم في دول دخلت ما خرجتش، لغاية وانا بتكلم يعني انت مش محتاج يعني ان انا اقول لك الكلام ده واقول لك ده يعني انظر لك يعني، لا ده الموضوع كله قدام عينينا، وربنا اراد للبلد ديت بفضل من عنده ان هو ما تخشش. ليه ما تخشش؟ هو ربنا بقى هنعمل ايه يعني، هو ربنا اراد كده رغم كل التخطيط رغم كل المكر لكن ارادته كانت سبحانه وتعالى ان هي تنجى ونجت بفضل الله سبحانه وتعالى. بوجه التحيه لاسر كل الشهداء ولكل المصابين اللي موجودين معانا هنا او حتى اللي موجوده في بيتهم، وبنقول لهم دايما عهدنا معاكم ان احنا ابدا ان شاء الله لن ننساكم، وده اقل حاجه ممكن نعملها مع يعني عشانكم، لكن العهد الاكبر ان احنا هنخلي ثمن زي ما كانت الندوه بتتكلم النهارده، ثمن ابنائكم ودمائهم اللي قدمت والاصابات اللي تمت هو ميلاد دوله تفتخروا بيها لابنائهم وابناء ابنائهم ان شاء الله. اخر حاجه اقولها لكم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.